هذا وقد أكد عدد من المسؤولين والحقوقيين البحرينيين على أن موافقة البحرين على أكثر من 80% من التوصيات هو إنجاز حقوقي تاريخي غير مسبوق، ويؤكد على وجود إرادة سياسية راسخة لجلالة الملك المفدى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. أهني جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو العهد على اعتماد تقرير مملكة البحرين اللي فعلا يعني لقى صدى جيد من قبل كل دول اللي شاركت في الثناء على الجهود اللي قامت فيها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إن كانت في موضوع قانون الإسراء، إن كان في موضوع العمل المرن، إن كان في موضوع أعطاء السجناء الخدمة الاجتماعية، بالإضافة طبعا إلى كثير من الجهود اللي بذلتها مملكة البحرين واللي تتبع النهج الإصلاحي لجلالة الملك وتمكين المرأة. فكان فعلا يعني في ثناء من كل الدول اللي لها مداخلات، يعني ولا دولة إلا أثنت على جهود مملكة البحرين والتطور والإنجازات اللي قامت بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحقوق وحماية حقوق الإنسان. وهذه يعني للأمانة نادرا ما تصير أن يعني كل الدول متفقة، لأن فعلا البحرين تستحق. يعد هذا الحدث اليوم هو إنجاز لمملكة البحرين، ما يثبت دوليا بأن مملكة البحرين سائرة بجدية لتطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومنها تعزيز الآليات والضمانات التي وفرتها مملكة البحرين خلال الأربع سنوات السابقة، ومن ضمنها الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وبالإضافة إلى تطوير القوانين منها قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا يدل بما يثبت بأنها جد مملكة البحرين مستمرة في تطوير هذه القوانين الحقوقية. في الحقيقة اليوم الحقوقي للمملكة البحرين كان نجاح باهر في الحقيقة اللي حصل. اليوم كل الدول أشادت بإنجازات مملكة البحرين الحقوقية، وهذا شيء يعني ليس مستغرب، خاصة أن مملكة البحرين قد أسهمت إسهامات وقامت بإنجازات كثيرة في مجال حقوق الإنسان. اليوم استعراض البحرين حقيقة كان مميز بقيادة طبعا مساعد وزير الخارجية الأستاذ عبد الله بن فيصل الدوسري، كان لقاء فعلا مميز. إن البحرين تقبل ب 139 توصية تنفذها على أرض الواقع من 176، وهنالك توصيات تحت المراجعة، فهذا تقدم كبير حقيقة. كما حصد الملف البحريني إشادة عربية ودولية واسعة، حيث شدد عدد من الدبلوماسيين على أن اعتماد مراجعة البحرين الشاملة في مجال حقوق الإنسان يأتي متسقا مع جهود المملكة الواضحة بالنهوض بملف حقوق الإنسان وصون كرامته، إضافة لجهود التثقيف والتدريب وزيادة الوعي في مجال حقوق الإنسان. تم اليوم بحمد الله تعالى اعتماد تقرير البحرين أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدولي الشامل. كان الحقيقة استعراض مملكة البحرين استعراضا ناجحا يعكس الإنجازات التي تمت في مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مملكة البحرين قبلت بمعظم التوصيات التي قدمت لها، وأكدت على أنه سيتم تطبيقها، وقد لقي هذا قبولا وترحيبا من أعضاء المجلس، مجلس حقوق الإنسان. ونحن نشجع ونثمن ما تقوم به مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. أبارك لمملكة البحرين باعتماد التقرير الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثالثة. الحقيقة وفد مملكة البحرين قدم اليوم وعكس إنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وهذا ليس بمستغرب على مملكة البحرين التي تعد نموذجا في المنطقة في إطار احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان. هذا ناب أيضا من التوجيهات السامية للقيادة البحرينية، وكذلك للأداء المتميز للمؤسسات وكافة المؤسسات المجتمعية أيضا في البحرين حكومية وشعبية. واليوم الحمد لله اعتمد تقرير الاستعراض
في دورته الشاملة، ومملكة البحرين ستعكف على تنفيذ العديد من التوصيات خلال الفترة القادمة، وهي تمثل بالنسبة لنا أيضا إنجاز آخر لدول مجلس التعاون، أن دولة البحرين مرت في الاستعراض الدوري في دورته الثالثة، وأيضا قدمت نموذج يحتذى به في هذا المجال. بنحب نهني البحرين، المملكة والشعب البحريني بنجاح عملية المراجعة وانتهائها اليوم باعتماد التقرير. الحقيقة العملية شهدت نجاح كبير فيما قامت به البحرين من قبول عدد كبير جدا من التوصيات التي قدمت إليها من الدول الأعضاء، حوالي 136 توصية قبلتها البحرين من إجمالي 175 قدمت إليها، وهذا عدد كبير جدا بالمقارنة بالمراجعات التي تتم لدول أخرى بما فيها الدول الغربية ذاتها. وأيضا لاحظنا أن البحرين أخذت علم بالعدد من التوصيات حوالي 36 ولم ترفضها، وبالتالي فالنتيجة أعتقد في إجمالها طيبة جدا. دي كانت فرصة أخرى بالنسبة للمملكة المغربية أنها تشارك في الاستعراض الشامل لمملكة البحرين، وأنها كانت فرصة أيضا لنعيد ونكرر أيضا إشادتنا بمجهودات مملكة البحرين في مجال دعم وتنمية حقوق الإنسان وحمايتها بالمملكة، وانخراطها الدائم والمستمر والمتواصل في بناء دولة الحق والقانون بالمملكة لفائدة مجموع المواطنين البحرينيين. وهذا لم يكن بس موقف المملكة المغربية، كان أيضا موقف مجموعة من الدول الأخرى التي أشادت فعلا بالتزام مملكة البحرين وبتعاطيها الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان بصفة عامة وآلية الاستعراض الدولي الشامل بصفة خاصة. أنا مسيد أريد إمبريس بدي. علي أن أقول أنني أعجبت بما قام به الوفد البحريني وحقيقة دراسة البحرين للتوصيات بجدية، وحوالي 175 توصية وغالبيتها قبلت بموافقة البحرين، وهذا يثبت التحضير المكثف للوفد البحريني والجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. أهنئكم على ذلك. نقدر عاليا تعاون البحرين مع آليات المراجعة الدورية الشاملة، ونعبر عن ارتياحنا التام للردود المقدمة من حكومة البحرين. نحن سعداء جدا للجهود التي تبذلها البحرين لتشجيع المساواة وضمان حقوق المرأة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تهنئ المالديف مملكة البحرين لاعتمادها تقريرها الثالث، وشاركنا في الجلسة اليوم لدعم البحرين والتوصية باعتماد تقريرها. نؤكد أن المالديف سعيدة برؤية هذا العمل الكبير الذي تقوم به حكومة البحرين لتعزيز حقوق المرأة وتشجيع المساواة، ونعبر عن سعادتنا بجهود البحرين لتعزيز التسامح ونبذ خطاب الكراهية. وينضم إلينا من جنيف سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. بداية نبارك جهودكم ونبارك لمملكة البحرين هذا الإنجاز الحقوقي الكبير. بداية دعني أسأل، كيف نقيم اليوم أو تقيم ردود الفعل الدولية بعد النجاح الكبير والمشرف الذي حققته مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان في جنيف؟ في الحقيقة في البداية أود التقدم بتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفتح حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين على تحقيق مملكة البحرين هذا النجاح الباهر الذي نال إعجاب وإشادة كافة دول العالم التي شاركت في عملية الاستعراض وأيضا تعليق على تقرير البحرين. نعم. فالبحرين دائما سباقة في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية. اليوم استعراض تقرير البحرين الثالث هو يضيف لسجل البحرين الحقوقي السجل الناصع، السجل الذي أبهر العالم بالكثير من الإنجازات والتقدم الحاصل. نعم. الذي يفوق الكثير من دول العالم. فنالت البحرين اليوم كان يوم وطني بحريني بامتياز. نالت البحرين إشادة جميع الدول التي تداخلت على تقرير مملكة البحرين، وأيضا من كثير من دول العالم التي لم يتسع الوقت
لإلقاء بياناتها نظرا لضيق الوقت، وجاءت لنا بعد انتهاء الجلسة لتقديم التبريكات والتهاني. فسجل البحرين وإنجازات البحرين تتحدث عن نفسها، وهذا هو ديدنة النهج الإصلاحي الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفتى الرامي إلى التركيز على التنمية البشرية والتنمية الإنسانية التي هي محور التنمية ومحور العملية الديمقراطية وتمتع بالحقوق في مملكة البحرين. نعم سعادتك، ما هي أبرز النقاط التي تمت مناقشتها بشكل مختصر والتي بالفعل نالت إعجاب وإشادة دولية، خاصة فيما يتعلق ربما بملف قانون الأسرة؟ نعم، اليوم طبعا في سياق إبراز الإنجازات تحققها في مملكة البحرين، قدمنا للمجلس عدد من القوانين والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة. فقط الإنجازات كثيرة ولا يمكن حصرها في سياق حديث مدته 20 دقيقة بالطبع. ولكن حصرنا آخر الإنجازات التي صدرت من بعد تقديم البحرين لتقرير المراجعة الدورية الشاملة في 1 مايو من هذا العام إلى تاريخ تقديم واعتماد التقرير اليوم، وهي طبعا حصرناها في اعتماد وصدور قانون الأسرة الموحد. هذا القانون الذي الآن فسح المجال لتمتع المرأة البحرينية بكافة حقوقها ونيلها كافة الامتيازات التي تحقق لها النماء والرقي في المجتمع البحريني، وطبعا بالإضافة إلى صدور قانون العقوبات البديلة، وهذا القانون أيضا هو من القوانين المتطورة في العالم، صدر في البحرين وتميز بين دول المنطقة بصدور هذا القانون الذي يتيح مزج العقوبة والإصلاح في سياسة جميلة لعمل اندماج للفرد بعد خروجه من السجن، وهذه مطبق الآن في كبريات الدول العالم. ونحن البحرين دائما ما تتواكب تشريعاتنا وقوانيننا الوطنية مع أعلى المعايير الدولية في ذلك المجال. وتحدثنا أيضا باختصار أيضا عن صدور قرار التصريح المرن للعمالة الأجنبية، وهذا التصريح الذي أدى إلى إلغاء نظام الكفيل، وبالتالي يتمتع العمالة الأجنبية في البحرين بحقوق وامتيازات فريدة تساهم في نيلها حقوقها وصون كرامتها وأيضا تمتعها بالعمل في البحرين بشكل غير مسبوق ويميزها عن دول منطقة العالم. نعم. وبينا أيضا طبعا حصول البحرين على المركز الأول عالميا بين 188 دولة في اختيار العمال الأجانب للبحرين لتكون أفضل دولة. نعم. وتقدم البحرين على كافة دول أوروبا والدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا طبعا يضيف لسجل البحرين في الاهتمام بالعمالة الأجنبية. بالطبع سيد عبد الله، ربما الوقت لن يعني يتيح لنا التحدث عن إنجازات مملكة البحرين، ولكن هناك نقطة جدا مهمة، هل ترى بأن هذا النجاح الذي حققته مملكة البحرين على صعيد ملف حقوق الإنسان سوف يكون كصد منيع لمواجهة المزاعم المغلوطة والمثالة ضد مملكة البحرين؟ بكل تأكيد العالم الآن أدرك جليا من التقرير الوطني الثالث. نعم. أن البحرين بلد السلام والأمن والأمان، وأيضا بلد يعيش مجتمع ديمقراطي متجانس بكافة أطيافه وعراقه، وهذا يرد على كافة المزاعم التي تتحدث عنها بعض الجمعيات والمنظمات المتطرفة والمنحازة والتي تتسق أعمالها مع أعمال الأرهاب والتطرف العنيف وأيضا التعصب، وبالتالي هذه الإنجازات هي أكبر دليل للرد على أي مزاعم باتهامات توجه للبحرين دون وجود أي أدلة أو أساس أو أي وجود لأي مصادر دقيقة تستقى منها المعلومات. فنحن اليوم أبرزنا للعالم وأظهرنا العالم بهذا النجاح، ونسعى الآن من الآن لمدة 4.5 سنوات من الآن للعمل جديا على مراجعة هذه التوصيات وتحقيق المزيد من التوصيات والمزيد من الإنجازات ليضيف لسجل البحرين الناصع والباهر الذي يسير بشكل ثابت نحو التقدم والازدهار لكافة المواطنين في مملكة البحرين. من جديد نبارك جهودكم وجهود مملكة البحرين في هذا الإنجاز الوطني الكبير. سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك.